ده مفتاح الخان؟ ده مفتاح أوضة فتفوتة؟ أنت بتدور على إيه؟ ما قلت لك أهو. فين؟ أيوه يلا. ورود في السرداب برضو. شوف الولاية منع المرايات في المملكة وحاطة لنفسها مراية كبيرة عشان تقف تتعايق قدامها. لا حرام يا موجوز، أنا شفتها بتعيط قدامها. المهم خلينا ندور على الفصل. بس بخ بخ. ايه ده؟ انت بخ واحدة، انت بخين عشان ولد. انتوا مين ودخلتوا هنا ازاي؟ انت اللي مين وبتعمل ايه هنا؟ انا سألت سؤال وعايز اجابة، ما تجاوبش على سؤالي بسؤال. ما احنا سألنا الاول وقلنا ايه ده؟ ولا طيب انا سليمة وده موكوس، حضرتك مين؟ ابو الانوف. ابو الانوف؟ يمكن باباها؟ لا، لو باباها هيبقى اسمه أبو أم الأنوف. وبعدين؟ يمكن ابنها؟ لا برضو، لو ابنها هيبقى اسمه ابن الأنوف. آه صح، يبقى أكيد جوزها. صح، جوزها أبو الأنوف سيدة الأنوف. هو أنت ليه حضرتك سايبنا نهري في هويتك؟ ما تقولنا أنت مين وتخلصنا. أنا أبو الأنوف. أيوة، أبو الأنوف ده بقى يبقى مين؟ أنا. العيلة دي على مهلها قوي. آه انتوا بتسألوا كينونتي ايه يعني، مش كده؟ ايوه. عارفين ريحانة؟ لا. ريحانة سيدة الأنوف؟ تبقى اختي. اه طب وانت بتعمل ايه هنا؟ محبوس ولا انت محاسب الضرائب بتاعها؟ ده انا هتجنن وحد يسألني السؤال دوت. من 20 سنة. طب ما تقول 20 سنة على طول، يعني ليه بتمط كده؟ 20 سنة تتقال كده؟ منتهى الإهمال كده؟ لا 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 أنت صح. هما 3 ولا 8؟ لا لا طبعًا. إيه يا سليمة في إيه؟ ما هي فترة طويلة جدًا لازم تتقال كده. طب تعرف تقول 50 سنة؟ لا مش هقدر على 50، إحنا ينفع نقسم البلد نصين، أنا 25 وأنت 25. إيه يا جماعة؟ إيه؟ حضرتك بتعمل إيه هنا؟ محبوس هنا ليه؟ الموضوع ابتدى من وهي عندها 3 سنين.